بحلقة المطبخ العربي العريق لهيدا الأسبوع رح نروح على إفريقيا ونكتشف هيدا البلد اللي بتتميز بطبيعتها الجغرافية لنتذوق أطيب أطباقها. اليوم عم نحكي عن السودان. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو اليوم رحلتنا افريقيا؟ اليوم حنعمل مطبخ سوداني اللي هو من المطابخ كمان اللي بي من شمال شرق افريقيا. مزبوط. فاكيد بيشبه شوي المطبخ المصري، بس عندهم كمان بالنهايه المطبخ الطاغي عليهم هو المطبخ الافريقي. يعني بتلاقي عندهم ملوخيه، بتلاقي عندهم فلافل مطعميه، بتلاقي فول، بس كمان بنلاقي اشياء كثير معموله بفستق السوداني، بنلاقي الاشياء معموله مع الفواكه، لانه مطبخ صار بالنص تقريبا. اليوم حنعمل كذا شغله، مثلا مثل حنعمل فتت العدس. هلا فتت العدس، فتت عدس هي شوربه عدس بس مع الخبز، بتصير مثلا بتصير مثل الفته. حنبلش اول شيء نحضر الاليه تبعها مثل العاده. ففتت عدس اللي هي اكيد بيستعملوا كثير خبز باكلهم، بيستعملوا رز. بالاجمال هو مطبخ بقلبه البهارات، بس مطبخ منه كثير متقدم، يعني منه ديفلوبت، يعني بشكل انه مثلا متقدم المطبخ المصري. المطبخ المصري بقلبه شغل اكثر بكثير، مش مثل المطبخ التونسي مثلا. يعني بتحسه انه واضح، سهل، المقادير معروفه او متكرره، بسيط، منه كثير معقد يعني كمطبخ. يعني بالموقع الجغرافي للسودان بتشوف انه حدا ليبيا، مصر، كمان في عندك البحر الاحمر. مزبوط. عندك نهر النيل، يعني في عندك مثلا سمك، في كل شيء من ماله. حتى يعني هي منطقه كبيره بالسودان صحراويه. فينا ننزل هيك نزول، بتصير استوائيه شوي. كمان في عندك هون اختلاف الزراعه. أكيد. بالسودان في كثير زراعه، يعني هلا السودان معروفه بزراعتها. يعني هلا يمكن هي من اكبر بلاد منتجه للزراعه، انه عندهم نهر النيل خاصه، وعندهم اراضي خضراء كثير بجنوب السودان. يعني كل ما تنزل صوب وسط افريقيا عندهم كثير، عندهم اكيد اسماك كثير اللي هي على البحر الاحمر. كل شو اسماك؟ بجميع انواع اسماك الاحمر، مثل الشيء اللي بيشبه الهامور والشعري والسلطان ابراهيم، بس اللي هو ما بيجي من البحر الاحمر. وعندهم اكيد سمك نهر النيل اللي كان مثل البلطي والاخره. ففي كثير اشياء، بس المطبخ تبعهم منه معقد، يعني كثير سهل، كثير سمبل، ما في بقلبه كثير شغل. حلو. مش مطبخ يعني صعب، الواحد فيه يعمله بكل سهوله. حناخد الاول شيء بصل، حطينا اكيد زيت بالمقليه. اوكي. حناخد بصله مفرومه ناعمه. يعني في شوربه مثلا بشي مطبخ عربي بيشبه هيدي الشوربه؟ شايف شوربه عدس هيدي هي زيتها، بس فته بحطوا الخبز تحت. هي اوكي، بيسخنوا فوق الشوربه. يعني ما عم بقدر اتخيل ضيعتك الموضوع. انه مثلا الخبز اول شيء بعدين الشوربه. وكل شيء مثلا انت فيك تعتبري الفتوش فته. اوكي، كل شيء بنحط خبز بقلبه فته. مزبوط. هاي البصل. انا افتكرت يعني نحن بتعرف بالمطبخ اللبناني واجمالا بالمطبخ بلاد الشام، لما نعمل شوربه العدس بنفت شويه خبز عليه. لكن مقلي ولا ني؟ احنا وصغار على طول ما بنشرب الشوربه الا بخبز. اكيد هي اجباري الخبز على طول حد الشوربه. الا اذا كان الشوربه فيها رز، اما بطاطا ما طبعا خبز. اكيد. هيدي هلا خلونا عم نضل بصل عادي. حنحط معه شوية حب هيل كمان، عود قرفة، بصل، ثوم عادي، حنحط شوية فليفلة. اوكي. كمان في منطقة جبل نسيت صراحة شو اسمه. بيقولوا انه المناخ فيه مثل مناخ منطقة البحر الابيض المتوسط، وبيزرعوا فيه فراولة وتفاح. في كتير زراعة بالسودان. هي بتعتبر من اوائل الدول اللي بتصدر وبتزرع سمسم. في عندك قطن، فستق السوداني، وشو بعد شيء عندك؟ قصب السكر 100%، ملوخيه حتى كمان، فول، دغا،
يعني عندهم زراعات كثير. اي مضبوط الدرع، حتى في عندهم درع غريب شكله اسود شوي. ايه وفي الكركديه كمان ما ننسى هذا مشروب. الكركديه اللي هو مشروب الصحراء. مشروب الصحراء. بيبوغد الجسم، بيقولوا بوقت الضغط، ما بعرف قد ايه مضبوط. آه حلو. لما كنت اشتغل بشرم الشيخ انا بمصر كنا على طول بعضنا نشرب كركديه، فكانت كثير طيبه.